يقول السائل: كثيرا ما يردد بعض الناس بأن بعض بلاد المسلمين إنما فتحت عن طريق رؤيتهم لأخلاق المسلمين السمحة. عن طريق إنما فتحت بلاد المسلمين عن طريق رؤية الكفار لأخلاق المسلمين السمحة، وأن هذا هو أنسب طريق للدعوة، فيبدأ بالدعوة للأخلاق الفاضلة، فهل ما يذكرونه صحيح؟ نعم، الدعوة أولا ثم الجهاد، الدعوة ثم الجهاد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يدعو إلى الله فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا قاتلهم، إذا أصروا على الشرك والكفر يقاتلهم. نعم، الدعوة تسبق الجهاد بلا شك. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى حصن خيبر، لما أرسله إلى حصن خيبر قال: انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيبدأ بالدعوة أولا، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا إذا أصروا على كفرهم وشركهم واعتدائهم على المسلمين يقاتلون. نعم.